نشرة السابعة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. قوات الثوار تنهي عمليات تمشيط مشروع اللود وأبو نجام، وإبطال مفعول لذخائر دبابات زرعها ما يعرف بتنظيم الدولة على طول كيلومتر واحد من الطريق الساحلي. مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس تحت عنوان صمود فبراير ورفض المؤامرة. ستة قتلى وعشرون جريحا من قوات مجرم الحرب حفتر، وعملية تبادل محتجزين بين قوات الأخير ومجلس شورى ثوار بنغازي. أهلا بكم. قال مصدر إعلامي السبت إن قوات الثوار انتهت من عمليات تمشيط مشروع وادي اللود وأبو نجام جنوب غربي مدينة سرت. المصدر أضاف أن سرية الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط منطقة أبو نجام وإزالة الألغام التي زرعها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قبل فرارهم، وأشار إلى أن قوة الثوار تتمركز في مواقع مناسبة ومستعدة للتقدم في أي وقت وفق ما تقتضيه المعركة ولصد أي محاولة للاختراق. تمكنت الفرق المختصة من إبطال مفعول ذخائر دبابات متصلة ببعضها البعض قام ما يعرف بتنظيم الدولة بزرعها بمحاذاة الطريق الساحلي. وحسب مصدر إعلامي فإن هذه الذخائر زرعها ما يعرف بتنظيم الدولة على طول كيلومتر من الطريق الساحلي، فيما يبدو أنها محاولة لإعاقة قوات الثوار المتقدمة باتجاه مدينة سرت. يشار إلى أن حوالي 4 مفخخات قد تم إبطالها الجمعة بعد تقدم قوات الثوار ووصولها إلى المحطة البخارية سرت وسيطرتها التامة عليها. أكد مصدر إعلامي أن قوات الثوار سيطرت الجمعة على المحطة البخارية سرت وتجاوزتها بعدة كيلومترات. المصدر قال إن قوات الثوار تمكنت أثناء دخولها للمحطة البخارية من تدمير سيارتين تحملان أسلحة رشاشة، فيما هربت سيارتان آخرتان لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وحسب المصدر فإن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة هربت تاركة وراءها قرابة 30 جثة. قال مكتب الإعلام بمستشفى مصرات المركزي إن شحنة مساعدات طبية قادمة من دولة قطر وصلت إلى مطار المدينة الجمعة. مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى مصرات أفاد بأن شحنة المساعدات الطبية تمثلت في محاليل طبية وأدوية ومساعدات طبية وبلغ حجمها نحو 1400 كيلوغرام. هذا وأشار مصدر طبي في مستشفى مصراتة إلى أن الأدوية التي تم استلامها سوف تساهم في تخفيف الأزمة التي يعانيها المستشفى جراء انطلاق الاشتباكات بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. تظاهر عدد من المواطنين في ميدان الشهداء نصرة لثوار ليبيا في مواجهتهم مع من وصفوهم بالإرهابيين والانقلابيين. المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بالحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية واعتبروها بأنها زادت من حجم الأزمات التي تعاني منها البلاد. المتظاهرون وجهوا دعوة للقضاء الليبي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع من يتلاعب بمصير الليبيين حسب وصفهم. كما رفع المتظاهرون شعارات الدعم للثوار الذين يقاتلون ما يعرف بتنظيم الدولة. وإلى بنغازي، حيث واصلت طائرة مجرم الحرب حفتر قصفها بالبراميل المتفجرة على مناطق الجوارشة وقنفودة وأبو صناب بالمدينة. وحسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي فإن القصف بالبراميل المتفجرة جاء لتغطية محاولة تقدم قوات مجرم الحرب حفتر باتجاه مواقع الثوار. هذا وأكد المصدر أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي يحافظون على تمركزاتهم بمختلف المحاور.
أفادت مصادر طبية من مدينة بنغازي الثابت بمقتل 6 من قوات مجرم الحرب حفتر وجرح 20 آخرين في محاورة متفرقة بالمدينة. مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي استقبل قتيلين وأحد 10 جريحا، حالة أغلبهم حرجة بعد انفجار لغم أرضي. هذا وأفاد مصدر أن مركز بنغازي الطبي استقبل 4 قتلى و9 جرحى من قوات مجرم الحرب حفتر. يشار إلى أن قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة تقوم به قوات مجرم الحرب حفتر على أحياء جوارشا وقنفوذة وبنصيب. أشرف الهلال الأحمر بنغازي ولجنة الأزمة بالمدينة على عملية تبادل محتجزين بين مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب خليفة حفتر. وحسب مصدر فإن عمليات تبادل المحتجزين تمت بمبادلة عطية العرفي الذي أسره ثوار بنغازي وهو يقاتل في صفوف ما يعرف بالكرامة في أحد محاور القتال مع سليمان مامي الذي اعتقلته قوات مجرم الحرب حفتر من منزله في بنغازي منذ عام ونصف العام تقريبا. يشار إلى أن هذه أول عملية تبادل محتجزين تتم بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات مجرم الحرب خليفة حفتر. وحول آخر المستجدات في مدينة بنغازي ينضم إلينا أحمد الأجلي أعلامي من مدينة بنغازي. بداية سيد الأجلي، ما هي آخر المستجدات الميدانية في مدينة بنغازي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الوضع في جميع محاور مدينة بنغازي والله الحمد تحت سيطرة الثوار بالكامل، وجميع النقاط هي الآن تحت سيطرة بالكامل والله الحمد في الواشة والقنفودة وقال يونس والصابري وسب الحوت. ما يحدث اليوم هو فقط تدمير كامل لمدينة بنغازي بالطيران. في خلال يومين دمر هذا المجرم ومن معه بالطائرات منازل الأمنيين في منطقة القنفودة بالكامل ومنطقة الوارشة وسب الحوت والصابري. طيب، هل هناك أي شهداء أو جرحى من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي؟ نعم أخي الكريم، فقدنا خلال يومين 3 من قادة مجلس شورى ثوار بنغازي، الأخ مرتز بدبوس والأخ حسن الجناشي في سب الحوت، والأخ مرتز هو المسؤول العسكري في محور سب الحوت، وبالأمس فقدنا الأخ نور الدين بدرين المسؤول وآمر السرايا الإسناد والدعم بمجلس شورى ثوار بنغازي، والثلاثة قتلوا بقصف جوي. طيب سيد الأجلي، هناك معلومات عن قصف جوي من قبل مجرم الحرب خليفة حفتر، يعني ما صحة هذه المعلومات؟ قادر أن أعدل لأن الصوت بس مش واضح. هناك قصف جوي، وردتنا معلومات عن قصف جوي حدث على مدينة بنغازي أو مناطق الجوارشة والصابري، ما صحة هذه المعلومات؟ هناك خلل من الشيخ الكريم في الصوت لو سمحت. يبدو أن هناك خلل فني من المصدر، سوف نحاول الاتصال بك لاحقا سيد الأجلي. ونستكمل نشرتنا حيث أفادت أو وصلت إلى مدينة درنا الأربعاء المواد الكيميائية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر بعد نفاذ كمياتها منذ ما يقارب شهرين. وحسب مصدر من المدينة فإن موظفي قسم التشغيل بالمحطة باشروا أعمالهم لإعادتها للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، مضيفا أنه خلال أسبوع ستعود المحطة بطاقتها القصوى وكامل قدراتها الإنتاجية. يشار إلى أن موظفي محطة تحليات المياه أطلقوا في السابق نداء بنفاذ كميات المواد الكيميائية المشغلة للمحطة وتوقف ضخ مياه الشرب إلى معظم أحياء المدينة.
دعا المجلس المحلي درنا كافة الشركات الأجنبية للعودة لاستكمال المشاريع المتعاقد على تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة. المجلس أبدى استعداده التام للوقوف مع الشركات الأجنبية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها الشركات حسب الإمكانيات المتاحة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس المحلي درنا الخميس بعد استقرار الأوضاع بالمدينة وعودة الحياة لسابق عهدها واستتباب الأمن فيها. اتهم وزير الصحة في حكومة ثني رضا العوكلي وزراء الخارجية العرب بدعم من أسماهم بالمنقلبين على الشرعية. العوكلي في خطاب أرسله لوزراء الخارجية العرب استنكر فيه طلب الأمين العام للجامعة العربية من وزير خارجية حكومة ثني محمد الدايري عدم حضور الاجتماع المزمع عقده اليوم لوزراء الخارجية العرب في القاهرة. هذا وأحذر العوكلي الوزراء العرب من هذا الإجراء ويعد بأنه بمثابة تعليق لعضوية ليبيا في الجامعة العربية. قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية عليها قصف تنظيم الدولة في ليبيا، وهو قرار يمثل تصعيدا خطيرا في الحملة العسكرية ضد التنظيم وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية. ترامب وصف إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما بأنها غير كفاءة أو كافئة في مجال ضرب الإرهاب، وتلقي تصريحات ترامب ظلالها على مستقبل التعامل مع ملتقى تنظيم الدولة في ليبيا وفي حال فاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة وفق CNN. نفت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أن يكون الحلف قد طلب من اليونان أو أي دولة أخرى طلب منها إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران الليبية تمهيدا لأعمال عسكرية مرتقبة سيقوم بها الحلف قريبا في ليبيا. هذا ووصفت المتحدثة ما تداولته وكالة نوفوستي الروسية بالتقارير الدنيئة التي تفتقد إلى المسؤولية، مجددة في الوقت ذاته عدم وجود مخططات لدى الناتو للقيام بأي عمل عسكري أحادي الجانب في ليبيا حسب قولها. يشار إلى أن وكالة نوفوستي الروسية قد نشرت في سابق أخبار حول نية الناتو تدخل في ليبيا، وأنه طلب من دول أوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الليبي. قال رئيس هيئة أركان الجيش الكندي الجنرال جوناثان فانس إن التدخل العسكري في ليبيا أمر حتمي ولا مفر منه حسب تعبيره. فانس أوضح في تصريحات لقناة تلفزيونية أنه لا يحث حكومة بلاده على التدخل في ليبيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وأكد فانس أن هناك مؤشرات تدل على أنه لابد من اتخاذ خطوة التدخل العسكري في ليبيا، محملا الحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية، محملا إياها الجزء الأكبر من المسؤولية في تحديد حجم التدخل المناسب. أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها لاستمرار احتجاز المواطنين الليبيين اللذين يحملان الجنسية الأمريكية كمال الضرات ونجله محمد في سجون الإمارات. وحسب وكالة رويترز فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر قال إن الولايات المتحدة قلقة بشأن قضية رجلي الأعمال كمال الضرات ونجله محمد وسط أنباء عن تعرضهما للتعذيب. تونر أكد أن السفير الأمريكي أثار قضية كمال الضرات وابنه مع المسؤولين الإماراتيين متوقعا صدور حكم في القضية الاثنين القادمة. قالت الشركة العامة للكهرباء أن انقطاع الكهرباء جاء بسبب فصل خطوط نقل الطاقة بالمنطقة الوسطى نتيجة للاشتباكات التي تشهدها المنطقة لتحرير مدينة سرت. الشركة أوضحت من خلال بيان أصدرته السبت أن الاشتباكات أدت بدورها إلى فقد إتاحة القدرات المنتجة لمحطة زويتين والسرير الغربي باتجاه المنطقة الغربية. هذا وأشار البيان إلى عزوف مناوبي المحطة عن العمل ونزوحهم خارج المدينة، إضافة إلى وجود مشاكل فنية بمحطة كهربائية الزاوية المزدوجة وتوقف عدد من وحدات التوليد بهذه المحطة.
وصلت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية من طراز إيرباص 330 بعد أن غادرت طرابلس ظهر الجمعة قاصدة مديرة هامبورغ الألمانية، وذلك لإتمام عملية الصيانة النهائية في أحد مراكز الصيانة لشركة إيرباص. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تغادر مطار طرابلس لإجراء الصيانة من أصل 7 طائرات تضررت في الأحداث التي جرت في مطار طرابلس العالمي منتصف عام 2014، وقد احترقت إحداهن بالكامل. قبضت قوات خفر السواحل الليبية بمصفاة الزاوية على 4 قوارب صيد تونسية دخلت المياه الإقليمية الليبية. وحسب مصدر مطلع فإن قوات خفر السواحل بمصفاة الزاوية رصدت تحركات قوارب الصيد التونسية وقامت بإيقافها، وعددها 4 قوارب تقوم باصطياد السمك داخل المياه الإقليمية الليبية. يشار إلى أن قوات خفر السواحل الليبية ألقت في السابق على مجموعات متفرقة من قوارب الصيد المصرية والتونسية التي تقوم بالصيد داخل المياه الإقليمية. أكدت مصادر رسمية الخميس غرق نحو 30 مهاجرا وإنقاذ نحو 90 آخرين بعد انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية كان يقلهم نحو إيطاليا. الناطق باسم عملية صوفيا البحرية لمكافحة الإرهابيين قال إن طائرة استطلاع تابعة للوكسمبورغ رصدت على مسافة 65 كيلومترا من الساحل الليبي مركبا يغرق وحوالي 100 مهاجر في مياه البحر، بعضهم لا يزال يتمسك بالقارب. يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، هذا وكان 5 مهاجرين قد لقوا مصرعهم جراء انقلاب مركب صيد كبير الأربعاء. ضبطت القوات الثامنة بسبها أكثر من 1,000,000 لتر من الوقود المهرب خارج مستودع سبها النفطي على متن 15 شاحنة قادمة من مصفاة الزاوية. أمر وحدة العمليات في القوى الثامنة مصطفى الشريف قال في تصريح له الخميس أن القوة تابعت مسار الشاحنات المشتبه فيها والتي كانت رحلتها من مصفاة الزاوية إلى مستودع سبها النفطي، لكنها غيرت طريقها عند وصولها إلى بوابة جوير المال لتدخل المدينة تمهيدا لتهريب الوقود. يذكر أن القوى الثامنة كانت قد ضبطت 5 شاحنات تهرب الوقود داخل مدينة سبها في 16 من شهر مايو الجاري. أطلقت جمعية رواد للتعليم والتوعية الدورة الخامسة من مشروع تطوير المعلم، وذلك بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير بمكتب تعليم تجراء وبالتعاون مع مؤسسة كنزان. الدورة الخامسة والتي ترعاها الجمعية انطلقت الخميس بمدرسة عبد الكريم بتجراء تحت عنوان مهارة التدريس. يذكر أن هذه الدورة تابعة لمشروع تطوير المعلم وتستهدف 30 معلما وستكون لمدة يوم واحد ويحاضرها المدرب نبيل بن حكومة. وأخيرا، حيث أصدرت لجنة الناجحين بالشؤون الاجتماعية بزليتن أصدرت بيانا تؤكد فيه تعاونها مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية وذلك لإغاثة الأسر النازحة بالمدينة. لجنة شؤون النازحين أعلنت عن البدء في توزيع السلة الغذائية للأسر النازحة من مناطق سرت وأبو غرين والوشكة، وذلك اعتبارا من اليوم 29 من شهر مايو الجاري. هذا وأضافت اللجنة أن توزيع السلة الغذائية سيكون بالمسرح الوطني بزليطن، مشيرة إلى أنه على الإخوة النازحين أن يكونوا مصحوبين بمستند رسمي. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. قوات الثوار تنهي عمليات تمشيط مشروع اللود ووادي أبو نجيم، وإبطال مفعول ذخائر دبابات زرعها ما يعرف بتنظيم الدولة على طول كيلومتر واحد من الطريق الساحلي. مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس تحت عنوان صمود فبراير ورفض المؤامرة. ستة قتلى وعشرون جريحا من قوات مجرم الحرب حفتر، وعملية تبادل محتجزين بين قوات الأخير ومجلس شورى ثوار بنغازي.
نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.